يا هلا وسهلا ويسعد أوقاتكم يا رب. الله يحييكم جميعا مشاهدينا الكرام وأيضا حضورنا في الاستديو، يعطيكم ألف ألف عافية ويا مرحبا ألف. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد المعظم وإلى الأسرة المالكة الكريمة وكذلك الشعب السعودي والعربي. وأقول لكم جميعا كل عام وأنتم بألف خير يا رب العالمين. حلقتنا اليوم نارية زي ما يقولون، والمتسابقين أشوفهم يعني مكسلين اليوم، مع المفروض شكله جاهم مداهمة قبل شوي وقراصنة وخربوا علينا المود حقهم وصاروا زعلانين. والله يكفينا شرهم، لا يهجمون علينا بالاستديو أهم شيء، حدهم باقي يهجمون على بندلبج. ترضينا يا مهند، لبيه ترضينا بعد شوي إن شاء الله. لا الله يكفينا شرهم. أيوة شوفوا شوفوا، خلونا نتكلم جد. الأسبوع الماضي ما قصرت بصراحة، يعني خليتها كلها إيجابية إن شاء الله يا أبو مهند. أي المرة هذه شدوا حيلكم وركزوا زين، ترى ما عاد فيها أي كلام، خلاص مساعدات يعني كذا مباشرة، لا من وراء الكواليس. الإعداد يقولون زعلتنا. الله يعطيكم العافية. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عادة بشيخ القبيلة، صح ولا لا يا شباب؟ والآن شيخ القبيلة طبعا محمد بن فهري أو محمد الفهري، قبل شوي كان قرصان كبير وما أدري، عبد الله الجعيداني لبيك. ومحمد الفهري وينه؟ ما جاء. يوسف المزروعي، يوسف يوسف يقول لك مريض تعبان ما يقدر يجي. اي يلا رشحونا واحد، رشحونا واحد. يلا حيه جعلنا جعلك الله يرضى عليك ويبشرك على ما. فيصل المطيري موجود؟ اي تعال، ما شفتك يا فيصل غاطس ورا الكراسي. وين الفهري؟ الفهري موجود ان شاء الله، بيجي مع الكراسنة لازال. ها كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله طيب. كيف الحال؟ ايش اخبارك فيصل؟ طيب. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييك. طيبين. نبغى الفهري، الفهري ما هو موجود. ها بالله عليكم السلام، اهلا بالكراسنة وصلوا. يا ساتر يا ساتر يا زلمة، ايش فيكم علينا يا رب؟ السلام عليكم. ايش فيكم علينا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك رئيس البلدية. يلا حيهم. أنت الرئيس؟ نعم. الله يكفينا شرك. السلام عليكم. والله أنك مرعب. يلا حيه أنا. يلا حيهم. كيف حالكم؟ احنا جتنا علوم أخبار. ايش سويتوا؟ عندك كنوز وأموال. إي عفوا عليك، عفوا عليك. هنا. احنا نبغى نرجع بالسالم. شلون؟ طيب، ايش أخبارك؟ تعال علينا يا الفهري، تعال. روح يا شيخ. تعال بجنبي. أنت صاير قرصان وإحنا ذا الحين مجلش. الآن سؤالي، الآن هو شيخ القرية انقلب قرصان ليه؟ الدنيا على ظروف بالله. دور الدراهم عشان تشرع. شكله يسرقكم علشان يشرعكم. الشيخ موظف عند رئيس البلدية. طيب كم جمعته بصراحة؟ إحنا جايينك نسمع ذكرك يا أبو مهند. الله يطول بعمرك. احنا نبي المفاتيح اليوم. سم. مفاتيح نبيها اليوم. سم هذه. لا يا حبيبي. معافي يما. الفلوس المدهون. الله يسلمك. المفاتيح اللي هنا. لا المفاتيح اللي هنا بال رقم واحد ولا اثنين ولا بالله. بالطيبة. نبغى ما في اليوم سالب، نبغى كلها موجب. 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 ماشي الله يستر علينا. لو جاني سالب ترى بتروح الهيبة كلها. بالله عليك. اجل ابشر ابشر ابشر. يلا الان الفهري بس يبقى معنا. خذوا راحتكم. اي خذوا راحتكم. يبقى فيصل والفهري وعبد الله. يا ساتر مجرمين هذول. الشيخ الشيخ اليوم من هو؟ من تتوقعون مشاهدينا الكرام؟ يلا الفهري. ها خلاص مثلت. شكلنا زعلانين منك. ليه؟ خلاص ساكن بنسحب الشيخه، يعني وثقنا فيك واعطيناك الشيخه وقلنا عساك تساعد، قمت تسرقهم. جعلك تسلم. الشيخ اذا راحت فراج من خواني المطليق بالله. إيه بريك.
الله يوفقكم. فيصل كيف حالك؟ الله يسعد. جاهز يا حبيبي؟ جاهز للشيخة؟ الله كريم. بأمر الله كريم. جاهزين؟ تجهزين مرة؟ الله كريم. طيب من تتوقعين مشاهدينا الكرام شيخ القرية منه؟ منه؟ جعيداني. عبد الله الجعيداني. والله ما ردكم. عبد الله الجعيداني. والنايب. النايب مين؟ النايب مين؟ أنا بالنسبة لي يعني أنا أقول محمد الفهري صراحة هو شيخ وكلكم شيوخ الله يوفقكم عليك زور. لكن أنا بصراحة ما عجبني لما قلب قرصان. قرصان هذه ما تمشي معي. ومع ذلك هو نايب الشيخ. أرحب أرحب والله مو مسهلة. الله يبيض وجهك. لا يعطيك شد العافية. كثر الله خيرك أبو فيصل. جيب لي بالله الأوراق من عند الباب. الله يهديك. شكرا لكم. يعطيكم العافية. الشيخ عبد الله الجعيداني ونائبه محمد الفهري. ما زال محمد الفهري متمسك ما شاء الله تبارك الله. يا بالشيخة يا بنائب الشيخة والله يوفقهم إن شاء الله. والآن مع الأسئلة ومع القرعة. يلا يا شباب القرعة يا شباب. بعدين 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 السلام يا شباب. ونقول بسم الله ونبدأ مسابقتنا لهذه الليلة مع القرعة. ربيع ربيع يا ربيع. غير موجود. وين ربيع؟ مريض بعد. موجود. طيب نشوف غير ربيع. محمد الدعيرم. فيصل الشهري ما هو فيه. وينه؟ وين فيصل الشهري؟ حتى صالح. أو صالح هلا والله يا صالح. هلا. محمد الدوسري. باقي واحد. هناك. لحظة لحظة. محمد الدوسري هنا. إلا يأخذ إلا القرصان هذا. جاك يوسف ما هو فيه. تعبان يوسف. تعبان يوسف. من في؟ يلا سريع أعطونا 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 اسم ثاني. خالد الشمراني. نعمت غراسنا اليوم. ونقول بسم الله ويا هلا وسهلا. مساك الله بالخير يا ابو حميد. مرحبا. كيف حالك يا طويل العمر؟ الله يسلمك. عساكم بخير. وكيف اهلكم الجماعه كلهم طيبين؟ على ما تحبوا يا الله. مرحبا والله. صالح ارحب منك. كيف حالك؟ الله حياك. عساكم شلون صحتك؟ هادي اليوم. لا انا افتح ما غير اشتغل من اليوم كله وتوني راكت والله. أيوه. الله يحفظك ان شاء الله ويطول عمرك. محمد ايها القرصان يعطيك العافيه. يا اخي صرت اخاف منك. انا شكلي بعطيك الاجوبه قبل الاسئله. ها يا مايكك. المايك المايك مقفل عندك. شغله شغل شغل المايك شغل المايك شغل المايك. شكله شكله نسى شكله نسى المايك. يلا روح جيبه وتعال يا محمد. خالد كيف امورك يا غالي؟ ان شاء الله طيب. الله يطول عمرك. يعطيك العافيه. سلمك. قرصان برضه. إذن على بال ما يجي محمد ويجيب الميكروفون معه أو السماعة خلونا نبدأ ونقول بسم الله ونشوف العملات. يلا الآن العملات حنعرضها للجمهور عشان يشاهدونها. وزي ما أنتم شايفين مشاهدين الكرام الآن العملات أمامكم وبعد شوية إن شاء الله حنطلعها للمتسابقين عندنا بالاستديو. كذا مساعدة الله. ويعطيكم ألف ألف عافية. وشكرا لمخرجنا وشكرا لطاقم الإعداد وكل العاملين. يعطيكم ألف 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 عافية يا رب العالمين. ومهند كيف الليلة؟ ما عاد بقى إلا ليلتين على رمضان. كيف المعنويات عندك؟ والله معنويات مرتفعة طبعا. تعرف رمضان يعني شهر الخير والبركة. ويذكرك بعد أي طبعا. الله يسعدكم. إذن إلى محمد بن دعيرم و سم. الآن العملات تطلع لك. ت...
تحس اني راح اربح ولا راح اخسر؟ ان شاء الله والله يا اخي ما ادري ما ادري، لكن هو يعتمد عليك، يعتمد على اختيارك. يلا ثلاثة. ثلاثة؟ ايه ثلاثة يا محمد. اوه عاد هذا كديرتي. حلو. اي بني شهر. نعم. نعم عليكم زود. سهلوك. يعني لازم ما تعكس الإجابة أبداً، لازم تعرفها مباشرة. حلو. طيب. ما تعكس الإجابة، حلو. عندك من أقدم المساجد التاريخية بمحافظة النماص. مسجد المضفاة. مسجد عاكسة. مسجد قرية السرو. مسجد النصب. مسجد عاكسة. ها؟ مسجد عاكسة، سابقاً صليت فيه. صليت فيه. إيه. إيه. خلي فيه. مرة رحت الجنوب. أيوه رح. إن شاء الله بروح. تحلف. بس ما شاء الله يعني. طيب نشوف هل هو مسجد عاكسة ولا لا؟ طبعا هو ثبت على مسجد عاكسة. صح, صح, صح ان شاء الله صح. والجواب صحيح. يعطيك العافية. شفت التوصية حقت الشاهي قبل شوي؟ نفعت ولا ما نفعت؟ اكيد تجيب نتيجة. نفعت ولا ما نفعت؟ يعطيه العافية ابو من دبل. ابو حميد في دبل ولا ما في دبل؟ اكيد في دبل. متأكد؟ نعم. والله خذ بالك ترى انت اول واحد من ضحي به. والله اذا خلني كبش فدا سالم من الطيبين. ممكن هلولة. ممكن يلا نشوف الرجل بيدبل ونشوف الإجابة وكم. طبعا الإجابة مسجد عاكسة. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. 600 ألف ومتين ناقص 50. طيب أنا لحظة 600 أنت بس 600. حلو. ولأنك دبلت صارت 1200. الله أكبر. 50 50 يعني زي ما يقولون ورد على امثالك اخذنا 50. عليك بالعافيه. رد على امثالك. الله يحفظك ان شاء الله. مبروك ما شاء الله تبارك الله. 1150 يستاهل. والى صالح. يلا حيه. الله يبقيك. يا مرحبا. شلون صحتك؟ وينك الاسبوع الماضي ما شاركت معنا؟ لا مشارك وفزت. لا لا في 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 اسبوع ما شاركت فيه. والاسبوع ما شاء الله عليك وذاكرتك. هذا كان قبل اسبوعين. لا لا ما قبل اسبوعين. يا الاسبوع الماضي يا الاسبوع اللي قبله. لا الاسبوع الماضي انا معك. الاسبوع اللي قبله انا طلعت رجعت. ما شاء الله تبارك الله. يلا نروح للعملات يا صالح. واحد والله واحد. واحد على طول؟ والله واحد. مباشرة؟ ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. انت طيب جدا الله يوفقك وييسر امرك. الله يرفع قدرك. كلهم طيبين طبعا. الله يحفظهم ان شاء الله. الله يرفع قدرك. في اي مدينه يقع متحف نافذه على الماضي؟ هل يقع في الرياض ام في الشرقيه ام في جده ام في المدينه المنوره؟ والله ودي اقول انها مدينه. مدينه. ودك تقول مدينه؟ ودي اقول مدينه. يعني نثبت ولا ما نثبت؟ توكل. نثبت. نثبت على المدينة المنورة. وفعلا يعني انت طيب واخترت طيبة. الله يرضى قدرك. والجواب صحيح. الله يرضى قدرك. يعطيك العافية. و في دبل ولا ما في دبل؟ ان شاء الله في دبل. دائما الرجال ترى على أول فكرة أول واحد الرجال دائما إذا جت الأولى إيجابي انتبه من الثانية. لا بعلمك حنا في البرنامج إيه؟ دائما أول شخص في أي فقرة إيه؟ يبت في أمر كلنا إن شاء الله معه معه. فاحنا يعني مع محمد إن شاء الله اللي مع أبو سالم. نشوف يلا. نشوف دبل صالح وللأسف فدا. والله أني قلت لك فدا فدا فدا. يعني بدل ما تخسر 500 فدا والله فدا. يعني صارت ألف فدا فدا فدا, فدا. معوض معوض ولا والله ولا يهمك. معوض ثلاثة معوض يا صاحبي. ثلاثة كل يوم صكر الامور انا وشي. اليوم اشتكي الى القرصان. الى القرصان. اهلا وسهلا يا قرصان. انت وش قاعد تشرب دم؟ قاعد تشرب دم؟ فينتو شربت الدم؟ نعم. هذول القرصان اشرب الهيل. شرب الهيل والدمي. يلا عطني عندنا الحرايب حلوه يا شاقة. عطني عمله. هالشعر ذا أشغل. 12 كم؟ 12 12 ويقولها كذا بكل ثقة بكل خطأ 12. يا صعبة هذه. ما تقصر. صعبة صعبة ما تقصر. صعبة صعبة. اللهم لك سهلة جعلته سهلة. من أكبر القيعان في المملكة مساحة، هل هو قاع حظوظاء أم قاع النجيل أم قاع المسف أم قاع شرورة؟ إن في البحار وإن في القيعان. ها؟ إن في البحار نجوب البحار. القيعان هذه أول مرة نسمع ذا. يا أول مرة حتى هذا صعب الاسم وأنا أنطقه صعب.
نقول كم بعد سرعة سريع حضوضاء والله انها صعبة اي والله انك صادق صعبة كلها صعبة كذا اصعب سبحان الله العظيم سبحان الله ثبت على حضوضاء ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا محمد تشرب دم وجاوب صح يا سلام عليك عليك السؤال يا ابو حميد تدبل ولا ما تدبل؟ دبل ها والله انا من يوم شفتك بهالشعر وانا شايف الله يستر اهلا الله يستر يلا يا ربي الرجال دبل رصيدك خير دبل هالقرصان محمد الدوسري دبل 450 ماينص معلش يا ابو حميد معلش فدا ما فدا فدا اللي انا شوف علشان يعاندونك شوف لاحظ عشان يعاندونك المعدين لاحظ اذا انت فزت وجبت 450 ودبلوها صارت 900 اخذوا 50 لكن لما تدبلوا هو ماينص ما ياخذون ال 50 يخلونه 900 عليك ما تلاحظ يا اخي صاروا حتى المعدين الحمد ضدك الحمد لله هذا 900 بس ها؟ مرض 950 لا 900 يجازي 950 مبارك بعد يعني 50 فوقها الله يعينك يا ابو حميد اذا الى خالد خالد يلا حي القرصان الثاني انا قرص جيب الصندوق قرص حر ولا شعير يا هلا والله يا خالد الله يطول عمرك يلا حبيبي اعطينا اعطنا يا سريع اعطنا رقم 4 فضي رقم 4 فضي ما هو فضي هذا اخضر لا لا ما ابغى فضي انا خلاص خلاص عليه انت اخترت نعم نعم استعمل اختار 4 فضي شو اسمه اخضر يلا غيرون تغيرون ولا خلاص؟ ما غيرونا والله ما ادري ما حنشوف ثبت هو يقول لك يلا 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 فدا فدا انت اليوم كم ضربت من الشباب؟ كم ايش؟ كم ضربت من الشباب وانت مسوي قرصان؟ لا كم ضربت يقول لك السؤال ما هو معنى كلمة افحقه؟ سؤالي سؤال في القصيم هل هو ابعده ام اضربه؟ اضربه لا اضربه لا اله الا الله اضربه ابعده ولا اضربه؟ ابعده مصر ولا ملح؟ ملح يلا نشوف ابعده يلا ثبت على ابعده شارك ولا ما تشارك احد؟ لا لا ما نشارك ها؟ ما نشارك مرة شارك شارك اول واحد شارك انا شارك ها؟ اشارك شارك خويك الغرفان حمد دعيرم ها لا صامل شارك حمد دعيرم صامل طيب اول شيء الجواب صحيح اشكرك قول والله اي طبعا انت قرصان راحت عليك انت مو قرصان جريش على وضعك ضحك عليك ضحك عليك محمد واخذ الجائزه ابعده بس وش الجائزه؟ الشيء ممكن تكون زائد ممكن تكون ناقص صح ولا لا؟ صح مبروك نشوف يسلم وراح فيها بن دعيرم سالم 100 50 50 يا ليت ما تكلمت يا ليت ما تكلمت يا محمد شايف؟ قرصان ولا جريش ها؟ انا التشريك وصار الدبل 200 ما في دبل سؤال اخضر ما في دبل ما في دبل ما في دبل؟ يعني ما تبغى دبل ليش دبل سالم 100؟ 50 دا بسيط عشان ما عشان ما تقول والله صارت مشكلة على كوزي المطار والكنوز طيب الى الخزنه موهبتنا تشاركون بالخزنه ولا تنسحبون؟ اكيد نشارك اكيد احنا ما جينا أشوف من البحر لناخذها كنز شوف الاسعار طيب انتم موافقين على الخزنه ولا لا؟ ان شاء الله موافقين طيب نشوف مع الجمهور ومع المشاهدين الله يقول الله الخزنه ومبادئ الخزنه جيبها لك والان بتظهر لكم مشاهدينا الكرام الخزنة والمفاتيح وبعدين ننتقل للمتسابقين عندنا بس أهم شيء عرفتوا المفاتيح وينها شفتوا المفاتيح مشاهدينا الكرام وإلى
المتسابقين. ما اعطيتنا تفاصيل الخزنه اليوم هذا، كم مفتاح؟ تفاصيل الخزنه كالعاده. حلو، ما تغير شيء. ثلاث مفاتيح ست، بس مره واحده غيرناها كذا. أيوه. بس المره دي زي ما هي. يلا ايش رايك؟ بالله عليك، والله ما ادري عنكم يا الاعداد، ويقولوا والله يمكن غيرنا، ما تدري. يمكن يمكن ما يدرون، ما حتى انا ادري ما يدرون، حتى الاعداد ما يدرون. خمسه 200. طيب يلا تسمعون شو اختاروا الرقم كم؟ اثنين. شوف انا اعلمكم يا شباب، اسمعوني. ها ثلاثه ثمانيه. اصبر اصبر اصبر. اوف سته. ايش؟ اما اثنين ولا سته؟ سته. ها صالح سته. سته صالح ببيه. انا كم؟ اثنين سته. ليش سته؟ سته صدقني ما ادري. انا توكل على الله. يلا سته. كيف سته؟ امر من القراصنه. لا لا ما قديه. لا لا سته يا مال الشهر. سته ما جيت بدني غدا. كم يا ولد؟ اثنين ثلاثه سته. ستة. كيف؟ ستة. ها عارض انت. ستة ما عارض، ما لا عادي عادي من حقك يا رب. ترى 2000 ترى، وحنا ترى ما ينقص 1000 يعني. ستة يا شباب ولا اثنين؟ ستة يا رجع انت. خلاص ثبت ستة. خلاص ثبت ستة. ستة ان شاء الله. ونشوف ايش يخبركم رقم ستة. هل بيفتح الخزنة ولا ما يفتح الخزنة؟ يا رب يا رب عوضنا ان شاء الله. ستة ب 2000 يا اخوان باذن الله. ب 2000 ان شاء الله. يلا نشوف. يلا يا ربي تفاءلوا بالخير. نجوب البحار ما جينا هنا لكي خيرها بغيرها، خيرها بغيرها. ولا يهمكم ولا يهمكم. هو قالكم دعين باثنين بس ما سمعتوا الكلام. وإذا قرعة جديدة وأسمع منو بنت عيرم يا شباب. نشوف القرعة. قال لكم بنت عيرم اثنين بس ما سمعتوا له. ايه اثنين بس ماش. محمد مين؟ عمر. هلا والله بالقرصان. لا وين وين؟ الثالث. الثالث مين؟ ابو مساواه والفهري. فهري الثالث. انا لا لا محمد وعمر الثاني. الثالث مين؟ ابو مساواه. والاول مين؟ الاول مين؟ لو محمد الفهري. محمد الفهري الاول. الثاني محمد السريع هنا. والرابع مين؟ علمني علمني. ماشي. عبد الرحمن مساواه. إذن القرصان وصل. وين قبل شوي يصيح نقول محمد الفهري محمد اليوم قراصنة كلهم هنا. القراصنة هنا وضدكم أنتم. كنا ندور على ايش القصة. انتبهوا منهم طيبين. انتبهوا منهم. ربيع أهلا وسهلا أبو مهند. أهلا وسهلا يا ربيع. وينك يا ربيع؟ نقول ربيع 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 نايم في العسل يا ربيع. صلاة على هذا الرسول. الله وسلم. الإدارة كانوا رافضين دخولي للفقرة تمام لاني متاخر. اوكي وهذا لسبب او لاخر بعلمك به. لكن قالوا اتفقت انا وياه من العلم. ايش عذرك؟ عذري طال عمرك اني كنت برا القريه. برا؟ برا القريه نعم. يعني هروب وشاغل. لا اجل معذور ما دام وشاغل. لا لا معذور يعني يحطوني شد عين نقابل الديار. بس انت متاخر يقولون على الطريق. حالك شلون؟ يقولون متاخر. شد عين نقابل الديار. يا رجال ما بطمن جاء يا رجال. زحمه اكيد. ما بطمن جاء ما بطمن جاء. يلا يقولون ما بطمن. خلهم يحكمون اسمي من ضمن الربيع. يستاهل ربيع يستاهل. المرة هذه بس لا تعيدها. محمد الفهري جاهز يا الديب؟ جاهز. يلا نروح للعملات يشوفونا مشاهدين وبعدين ننتقل للمتسابقين. الآن شافوها المشاهدين العملات وإلى محمد الفهري. اختر يا محمد. اختر يا نائب الشيخ. أنا أول مرة أشوف واحد من شيخ ينزل نائب شيخ. شيخ نايب شيخ بلدية قرصان قرصان بعد. أنا هدي يعني نظر. جبت الثلاث كلها. جبت العيد. حياة وسط يا مولانا. يلا يلا اختار لي عشرة ذات كبدك. عشرة فضي. عشرة يا محمد الفيل. ذهبي 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 فضي ذهبي. عشرة والله ذهبي. ايش الذهب ايش العلاشي؟ ما
ذهبي خلاص ما ابغى ذهبي انا بوضي اللي عليه اختيارات ثبت ثبت 10 قلت 10 يبي يغير يغير هو يقصد فضي ما عاد في تغيير فضي اذا قال اذا قال سجلوا في ماينس كثير الذهبي اللي بدون اختيارات ايه اقسم بالله اني احسب الاختيارات يلا يلا خلاص انا طالب السؤال السؤال يا ابو حميد والله ما بعرف السؤال يا ابو حميد خلك خير خير لك يا ابو يمكن يجيك احسن من يجيك ماينس كم عمر ولدك يا عبد الرحمن؟ ها؟ كم عمر ولدك؟ باقي الله يجيبه. بالله ما جاء. من اللي متزوج؟ أبو أسامة أبو أسامة أبو أسامة. فيصل المطيل. فيصل كم عمر ولدك؟ ولدي 5 سنوات. لا صغير الله يحفظه إن شاء الله ويخليك. طيب محمد ما هي المرتبة التي تحتلها مدينة الرياض دوليا في الطموح والابتكار؟ فين؟ الطموح فين؟ الطموح على مستوى العالم. الطموح والابتكار سريع ترى باقي 7 ثواني ثانية لا لا أنا بقولك فوق فوق مرة بسرعة سريع عشرة الثامنة قلنا لك فوق 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 100 وحتى الرجال قال 50 5 وقلنا أكبر عشر أكبر من 10 12 يلا ولا يهمك ولا يهمك يلا خسارة بسيطة تشد والله اني احسب لنا يا رجال ابشر بالعوض خسارة بسيطة طبعا هي تحتل مركبة المرتبة 14 المرتبة 14 ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ابو حميد ولا يهمك ان شاء الله تعوضها في الخزنة عوضها بالخزنة محمد السريعي شان طال عمرك يلا حيا الله يطول عمرك كيف امورك جاهز يا الديب باذن الله يلا توكل على الله واعطونا العملات لمحمد السريعي ابو مهند جبت العيد والله يا ابو مهند اللي يبغاه فضي ما علي ما علي 14 فضي 14 فضي على طاري المرتبة 14 انت قايل 14 ها سؤال رقم 14 يا محمد عاد هذا عند في الكويت قصدي مصطلح محلي في المملكة يطلق على ما استوى من الأرض وليس فيه شجر هل هو جهرة أم حدبة جهرة أم حيش أم جرعة جهرة جهرة ثبت ثبت طيب ثبت طيب ما اعطيتني فرصه اساعدك يعني ما اعطيتني حتى فرصه اساعدك قبل السؤال بيضل وجهك جهره ليش قلت جهره؟ عشان ابن دعيرم ونايف خالد ايش فيهم؟ من الجهره بالله ايوه ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله والجواب صحيح بيض الله وجهك كويس عشان الشباب ما شاء الله تبارك الله طيب في دبل ولا ما في دبل؟ ايه هنا الواحد ياخذ دبلت المرة اللي راحت وراح علي الفي ها؟ المرة اللي راحت دبلت وراح الفي لكن ان شاء الله دبل. دبل 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 يا رجال ما فيها شيء روح روح الرجال بيدبل دبل و صندوق ان شاء الله لا تدعي علي ها؟ ان شاء الله لا تدعي علي ان شاء الله انا اللي صندوق يلا يا رب نشوف ايش طلع لمحمد تبارك الله 550 اول فوز لي والله بالله والله يحفظك ان شاء الله يعطيك العافيه مبروك الله يعطيك العافيه 550 صار عندك 1100 احمد الله لك واخذنا 50 خذ 100 الله يحفظك ان شاء الله يعطيك العافيه ها ولا الكرم عادتها 100 ناخذ خذ لك انت لا لي انا لا بياخذ هذا عندي انا افداك واني احتاجه والله تراجع الى عمر ارسلان يا اهلا وسهلا يا هلا يا مرحبا مرحبا انت رئيس العصابه ها ابشرك ابى اخسرك اقول لك ابى اخسرك انا اللي ادور الكنوز انا بخسرك لي 3 ايام وانا جاي يعني انا ما احب العصابات ولا احب خاصه رئيس العصابه كرسي المسرح ابو ترى من غير حنح غير رئيس العصابه بعصابتك اول واحد خسرتك اول واحد بالعاني اي بالعاني ما علي يا ابو ان شاء الله اني انوب عنك نروح لعمر يلا يا عمر انا ابيه تكلم بصوت قرصان يلا صوت قرصان ما لنا اصواتهم زي العرب ما لنا شغل 28 28 إيه هذا حلش هذا صاير الشاعر ابن جلحاط ابن جلحاط صاير تقلد الصوت ايه بس كم الرقم انت قلت 28 28 و 28 يقول في اي مدينه تقع صخره كحيله هل هي في مكه المكرمه
ولا في عسير؟ عسير. ولا في الرياض؟ ولا في المدينة المنورة؟ ورمضان كريم. رمضان كريم، صوموا لله 30. يمكن مكة ثبت؟ الله يعمرها مكة، اي والله ابها في مكة. مرة مصر؟ نعم مصر. نشوف نشوف. عمر اختار مكة المكرمة، ليش اخترت مكة المكرمة بالذات؟ يا اخي طمأنينة في اسمها. ابغى اتوب من القرصنة واروح على راس. انت على اسمك قرصان. والجواب صحيح. طيب في دبل ولا ما في دبل؟ دبل ابو 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 ابوها. الله يستر عليك. الله يستر عليك. والله لو تاي ايش؟ يلا عطني عطني صوت القرصان. والله يا رب تحمينا وتكفينا. عطني صوت القرصان، قل دبل و دبل. يلا نشوف الدبل وتجابك. كبينة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هو صوت آخر. يتكلم مجانا. كبينة. كذا اشتغل. تم تغيير التلفون معي اصلا قد صادرته. او الكابينه من هي الاول شيء؟ لمحمد السريع عليك وابو مهند. والمره الاولى برضه فازوا واخذوا منك كابينه بعد. لا لا اول مره احصل كابينه الاسبوع. لا فاتحه خير ابشرك والله. ما شاء الله تبارك الله. ابو مهند لي يومين مرتين اخذ الكابينه وربع. لا يمكن يقصدون ملابسه بحكم رئيس البلديه ومصادر التلفون عليه. يعني ما في. لا لا تاكد يا ابو رمضان نكلم العوائل الديره. ابو مهند خليه يتاكد يمكن يقصدون ملابس. ما في. ممكن يلا الى عبد الرحمن. عبد الرحمن مرحب. عطني اول شيء كيف حالك؟ الله يسلم. كيف الوالد والوالده؟ طيبين الله يحفظهم ان شاء الله. سلموا عليك قبل شيء جيتهم وسلموا عليك يا رب. يلا اشتراك. يلا عبد الرحمن عطني. اسحب الاشتراك. يلا ابو داحم. سلم عليك كثير السلام. يلا ابو داحم سريع. يا رب 15. كم؟ 15. 13 ولا كم؟ 13 ولا 17؟ ما سمعت. 15 15 17 15 15 15. الله 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 يا أخي دائما ريحتها طيبة في كل حتى اسمها طيب. طيب السؤال يقولك في أي منطقة يقع جبل الورد؟ هل هو في جازان أم أوملج أم نجران أم المدينة؟ وكل جازان. وكل مدننا جميلة وكل مدننا رائعة وطيبة. سريع يا عبد الرحمن. طيبة. مدينة؟ ما أدري أثبت. ريحتها حلوة. أيوة مدينة. أثبت ولا فيها راحة؟ أثبت ولا لا؟ ثبت ثبت. طيبة طيبة يا الله. المدينة المنورة. ودوني ودوني يا أخي من بدري سهل. يا شباب ترى بيخصمون عليك. لا 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 انتبهوا لا تدفعوا. ما قلنا كلمة حتى. اوكي ها. والمدينة منورة يا سلام عليك. صحيح. الشاشة طفيت ابو دبل. دبل ناخذ مفتاح. طيب اصبر خلنا نشوف دبل ولا مو دبل. غيرت عشانها طفت. دبل ولا مو دبل؟ اول شيء دبل ولا ما تدبل؟ هم يسلموا عليك كثير السلام. الله يسلمهم ويطول بعمارهم. بس الدبل طيب ما هو طيب. طيب ما هو طيب. دبل شكله كوزي. طيب الدبل مو طيب. طيب مو طيب. يمكن كوزي اكل وشرب. والله انا ما اعرف ترى اقسم بالله ما اعرف. طيب طيب. ها ان شاء الله طيب. بتدبل؟ دبل ان شاء الله. يلا. يقول ما هو طيب. نشوف. نشوف. الدبل يا عبد الرحمن للاسف 450. معول. سالم. وصار 950 يا عبد الرحمن. عندي لك وربي يعطيك العافية. اقسم اللي جاني بيني وبينك. ما في اقسم ولا ما اقسم. في خزنة. الخزنة موافقين عليها يا شباب؟ ايوه ايوه. يلا اختاروا لي رقم. اثنين. عرب اثنين. صدقوني جايكم ترى معي خريطة الكنز من يوم جيت. يلا محمد الفهري. اثنين. 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 عبد الرحمن. عمر. انا اثنين اقول. عبد الرحمن. محمد. حنا مع الربع. ايش في خاطرك؟ عبد الرحمن عنده وجهه نظر. سريع عبد الرحمن. انا ارتحت له والله. اثنين. اثنين. ايش في خاطرك انت؟ اثنين. انا والله ما اعرف. والله ما اعرف. والله العظيم ما اعرف. تكفى هيبة القراصنة. هيبة القراصنة لا تروح تكفى. اثنين من 1000 ريال نشوف. ها؟ نشوف. 1000. اثنين. رمضان كريم. اختاروا رقم اثنين ونشوف وش اللي بيصير لهم. لا لا ان شاء الله. يفتح ولا ما يفتح؟ أهو.
استعجلته ما اعلم بال انا القرصنه والله انا هذه القرصنه اللي استعجلته على طول اثنين تشاوروا والله اني قلت شده مرتاح شيء حاجه يلا اعطيك مرتاح تقول ارتحت لك شوي يلا اعطيك هذا مرتاح هذا يلا يلا هذا مطول يا شباب انت ما في الا الله وجهك يتغير كل شغله والى القرعه الى القرعه يا شباب سريع سريع الى القرعه وين الشاي بن دلبج ما جانا الشاي يا بن دلبج وين الشاي يا اخي ما جانا شاي ولا شاي يلا شباب عبد الله الجعيداني بن دلبج سعيد بخيط بخيط عفوا نايف نايف هنا اول مره اجي المقعد هذا طافي خلي جينا يا جعني يا بكي يا مرحبا الله يرفع قدرك الله يحييك خليك لخوك كيف امورك بشرك اخبارك يا بكي كيف الحال اليوم سعودي وحركات والله حب وغلا ونبغي بعد نذهب طيب ابغاك تتكلم سعودي والله ما اعرف ما في ما اعرف ولا ترى خلاص قل كيف حالك عساك طيب احبك احبك هذه جدويه هذه جدويه من دلبج كيف امورك؟ الله يطول عمرك هلا والله يا مرحبا يا ابو مهند بس يا ليت يضيفون اسمي مع اسم الرجال في القلعه اسمك مضاف نوه لهم لا لانه لا لا بيضيفونك بيضيفونك اضافوك وسامحناك ايوه واحنا توسطنا ولا ما كانوا يبغون يدخلونك ابد لكن ماشي الله وجهك الله يحفظكم ان شاء الله كيف حالك يا ابو مهند؟ اهل الكويت يسلمون عليك الله يطول عمرك الله الله بولدنا وتراني اعرف اتكلم سعودي انا والله عايز اتكلم سعودي يلا تقول احبك لا كلمة يلا حيا يلا اعطونا العملات يلا حيا يلا حيا كيف الحال؟ والله ما شاء الله عليك كيف بديت حزن لا لك في بالي شيء قبل شوي لك شهرين يا نايف ولسه ما تكلمت الى الان لا من قبل شهرين وانا اجي السعوديه يلا عبد الله لبيك الحال كويتي احنا والله كيف حالك يا ابوي؟ حولوك يلا عبد الله ارحب لب عينك معك العمله طال عمرك ابشر يلا شباب العمله ورينيها اعطونا العمله ايوه عبد الله اختار طال عمرك سته سته ذهبي ذهبي والله مغامر يا عبد الله والله اشوف في سياسه انا رصيدي ايه. عالي اي فاخذ ذهبي واضمن بلا سالب ولا خربيط يعني هذا اخر ذهبي لا لا انا ايه. اخذ ذهبي اذا خسرت 100 اي واذا ربحت خير الله وبركه اهم شيء ما ينزل رصيدي فسياسه اي رصيد عالي قاعد تعلمهم التكنيك انت قاعد تستاهلون الله يوفقهم يلا السؤال يا عبد الله وكي يا الله يرزقك والله سهل والله سهل أتكلم معك جد سهل محافظة تعد أكبر واحة نخيل في العالم أسهل منها ما في ها أسهل منها ما في والله هذه خليني أكمل طيب مسجلة في موسوعة جينيس أعرفها وسكنت فيها ودرست فيها جامعة الملك فيصل الأحساء يا سلام عليك ساكن معي يا سلام عليك ما شاء الله تبارك الله يا أخي تبارك الله يعني ما أخذ وقت ما شاء الله تبارك الله يعني أستاذ يعني أبكي عينكم أنا الذهبي معك الله يجعلني وياك من هذا الجنة والسامع الله عمرك ويعطيك العافية جمهور وإخواني طيب على بال ما نطلع النتيجة إيه؟ ونشوف النتيجة كم لك أعطنا بيتين سريع كذا أبشي يقول طويل ونافست بنافس طوال زد رصيدك زد رصيدك زد
ونشوف نتيجتك يا عبد الله. يلا. نشوف النتيجة. ما شاء الله تبارك الله، 1000 ريال. ما شاء الله، مبروك مبروك مبروك. الله سبحانه يعطيك العافية. شكرا جزاك الله خير. تستاهل. الحمد لله رب العالمين. بيزود غلاء الحسن. الله يحييك من دلبا. ارحي يا مهند. الله يحييك. الله يحييك. ناخذ العربية ولا لا؟ بعطيك عربية بس عطني سؤال هين. طيب يلا توكل على الله. أعطونا أعطونا العملات، أعطونا العملات يا شباب. عادي فضي في 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 20 و23 و16. أعطنا 16 فضي 16. يا محمد ابن دلبج رجل الأعمال في القرية. عقبال برا إن شاء الله. أنت ولدت عام كم أنت؟ ها؟ ولادتك عام كم؟ مو بذهب. 1416. ها؟ 1416 بالميلادي يعني كم؟ والله ما ادري. 96. ايه لا وقالها. في اي عام انشئ وادي جازان؟ 1390 ولا 1366 ولا 1385 ولا 1381؟ يلا ما يحتاج تفكر، ما يحتاج أكثر من كذا، ما يحتاج. 90. ها 90 ثبت ثبت. نشوف. برافو. نشوف إيش معنى 90 يعني؟ هي الوزن الميلادي مع الذية وهي بحاجة. يقولون المعدين لا تصفقون، أي واحد يصفق حيخصمون عليه. والجواب صحيح. هلو. ما شاء الله تبارك الله. ها مشكلة عند الدبي الحين. كيف حليت انت الجواب؟ ما شاء الله عليك. فكر ترى بطل بطل. ايه. بطل. يلا نشوف الدبل ولا ما الدبل. اول شيء دبل 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 دبل. نشوف بعد الدبل وش اخذ محمد بن دلبل. الله يستر ان شاء الله. ما شاء الله 500. ما شاء الله تبارك الله. تستاهل ابو دلبج. العافيه خير هذا ابو ناصر. 500 وصارت 1000 وناخذ 50. اللهم لك الحمد. الى بخيت يا مرحبا. يلا حيا يا مرحبا. احبك احبك. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. اليوم انا بصير الثوب السعودي. الله الله فيها. خلاص ما فيها كلام. يلا عطني عطني فضي. كم؟ 20. 20 قبل ما تطلع العملات مستعجل. بس وش دراك ما شاء الله تبارك الله انه 20 فضي. هنا ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله. مسجد يعتبر من اقدم المباني التراثيه في محافظه شقره. يعني شقره يعني شقره ايش بيكون؟ يعني قريب من شقرة. مسجد سديرة إيه؟ ولا مسجد الزرقاء ولا مسجد الدخلة ولا مسجد قصر الشريعة؟ الزرقاء. ليش مستعجل؟ ها؟ يعرف. ليش مستعجل؟ عندي معلومات. ها؟ شقرة حولها وشي؟ وش الموضوع؟ الرجال تكلم سعودي تبغى معي سريع. سدير واحد؟ إيه؟ يلا ثبتوا له على واحد مع أنه تأخر. المفروض ناخذ الزرقاء. وهو اختار زرقة لكن الله يهديه غير. ليش غيرت من الزرقة؟ ما أعرف ليش. لأنها شقرة وصدير. صديرة صديرة صديرة. والله ما شاء الله عليك. ايه؟ جاي برا أنت. ايه. ها. والجواب صحيح. ما شاء الله تبارك الله. والدبل موجود ولا ما في دبل؟ لا لا دبل. ما اخترنا الفضل إلا بالدبل. انتبه ما تدري. والله ترى والله ما أدري. أنا اللي حسبتهم 3 ماينس 2 موجب وكابينة. أيوه. باقي يا موجب يا سالب يا كوزي. ما ندري نشوف ان شاء الله حسبتك. يمكن والله انا خايف من السالب. لا تفكر بعدك بعد. يلا نشوف. لا تفكر نشوف الحسبه ان شاء الله موجب حقت بخيت. ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله. 450 و450 900 850 450 و450 900 ناخذ منها 50 850 يلا يلا مباشره يا ابو ناصر. ها ابو ناصر تفضلي بعد نروح فاصل ولا نروح نايف؟ نايف فردي يا هلا يا نايف طيب يلا عطني سريع يقول لك على شر فاصل سريع اختار ما في لا لا شوف العملات يلا ولا 23 23 سؤال ويقول الله يستر ابو مهند والله انه يقوم السوق انه يعني لا بيكون سهل بيكون سهل يعني استعجل. المهم منجم مهد الذهب يعد أهم مصادر تنويع الدخل في المملكة منذ عام 1977 1939 1957 1923 شنو مرتاح لان شنو الأرقام اللي أنا قاعد أقول لك 1977 1939 1957 1923 39 ثبت 39 ثبت ليش 39 ما أدري حسيت إن حسيت إنك تحب الرقم قلبك يقول كذي كذي 100 سنة حول 100 سنة 105 سنوات طيب قول قلبي يقول كذي كذي قلبي يقول كذي كذي والجواب صحيح وفي دبل ولا ما في دبل السؤال لا تفكر يلا في دبل ولا ما في دبل قبل ثلاث سنين يلا نشوف يلا نشوف الدبل ما انا ضحيت وش يجيب لك يا تكوى انا الله يا نايف سهلات سهلات خير اصلا انت مبتسم دائما الله يوفقك ان شاء الله ويسر امرك انت كل زملائك ومعلش معلش ليتك ما دبلت على لك ال 400 احسن من 850 خير خير يلا اذا الى الخزنه ولا فاصل لا لا فاصل يلا اذا سريع سريع الخزنة عشان فاصل انا اقول يا نشوف الاسعار صح الاسعار ها نشوف الاسعار اسعار ايش اسعار المفاتيحات عشان نختار على ها طيب يا شباب نعطيهم الخزنه ولا نطلع فاصل نطلع فاصل اذا فاصل ونواصل يا سلام عليكم اليوم زاد الشوق فينا